مالك فزعت كده ليه؟ مش مصدقة ان انا عايشة هنا وانك جوزي وان اللي في بطني بقى ابنك. امال لما يتولد عبد الرحمن هو يحمي على الارض؟ لا ارض ايه؟ يحمي على البركيه على الورد. ولما يتكلم عاوز يعلم القران، عاوزه يطلع حافظ كتاب ربنا. هجيب له أكبر مدرس في مصر يعلم العربي والحساب وهو لسه صغير. ولدي لازم يتعلم زين عشان المتعلم بيعرف يصرف نفسه. بعدين عبد الرحمن لازم يبقى قوي رياضي. هوديه النادي يتعلم سباحة وكاراتيه. الكاراتيه يبقى راجل متين قوي جسمه رياضي، لأن الضعيف والخايب ملهمش نصيب في الزمن ده. بعدين عبد الرحمن لازم يبقى جدع، هربيه على الجدعنة، ما عاوزهوش بخيل. عبد الرحمن راجل كريم، ما هركبوش الخيل، أخاف عليه. ما هي العربيات بقت مكان الخيل، هركب عربيات. عبد الرحمن سايق العربية، موتوسيكلات لا، الموتوسيكلات موتسة. نفسي ماهر ينسى موضوع الهارلي ده. عبد الرحمن لازم يتعلم يعزف عود. يا سلام يا سلام على العود وحلاوته. المزيكة بيبقى فيها نفس حلو، بيطلع النفس العفش. يبقى المزيكة والرياضة تهون عليه الدنيا. عبد الرحمن لازم يكون راجل متكامل، متعلم زين، رياضي، بيعزف مزيكة. ده عبد الرحمن منصور أبو هيبة. مالك سكت ليه؟ ليه شوية ما سمعت صوتك؟ عاوز عبد الرحمن يبقى ايه؟ مهندس ولا دكتور ولا ايه؟ عاوزاه يبقى ايه؟ يبقى زي ما يبقى، المهم انه يعيش. هيعيش؟ مالك بتقوليها كده؟ ان شاء الله هيتولد ويعيش. ما كل الناس بتتولد لها اولاد وبتعيش، اشمعنى عبد الرحمن يعني؟ صعب عليه؟ ده عبد الرحمن، وما ادراك ما عبد الرحمن. ايه ده؟ اني محوش له تحويشه بس يطلع ويقول هو عاوز يبقى ايه؟ هيبقى زي ما انت عايزه بالظبط ان شاء الله. عاوز حر، حر زي ما ابويا رباني على الحرية. لازم أربي عبد الرحمن على الحرية، وزي ما ربنا اداني نعلموه يختار، ونعلموه يبقى راجل حر. إن شاء الله هيبقى سيد الرجالة زي أبوه بالظبط. بقول لك إيه؟ ما تيجي تقعد معايا شوية؟ لا
انت اللي هتيجي معي. عاوز اوريكي حاجه معموله مخصوصه عشان عبد الرحمن. اديلك اسبوع يا منصور عنديها. نسيت مرتك يا قلبي؟ اسبوع يا منصور، اسبوع بحاله. الاسبوع ده كبرني سنين عشان تعرف غيبتك بتعمل فيا ايه. عايزه اروح واقول له كفايه غيبه. والله خايفه تضحك عليك الممرضه وتنسيك حبيبتك وعشره عمرك غنيمه. وحشتني وحشتني. دي أوضة عبد الرحمن. الله، دي السرير، دي تحفة. ودي المكتب اللي هيقعد عليه عبد الرحمن وهو بيذاكر، واخش عليه بالليل اجيب له العشاء. ودي المكتبة فيها كتب يقرا فيها عبد الرحمن. كل ده واكتر. انت لسه شفت حاجة؟ أنا بستهج عبد الرحمن، بتحسس هو عاوز ايه. لكن واللي خلق عبد الرحمن وخلقني لحافظ على ولدي وربيه. المهم في العيل يا ناهد الرباية، عاوز اربيه وهننه، نفسي اعلمه وصاحبه، يمشي جنب مني في الشارع يسألني واسأله، يضحك على كلام الصعيدي لو ما فهموش، واضحك عليه وهو بيقول كلام جديد، حرف جديد، وهو بينادي ويقول أبابا، وهو بيبص لي، عارفه وهو بيبص لي يا ناهد، هحبه في عينه. هو عدى شهرين ولا أكتر يا ناهد. فاضل 7 شهور. يا ستي يا ستي قولي عدى شهرين، ما تصعبهاش علي. مش عارف هقدر استنى الايام اللي باقيه دي ازاي. خايف يجرالي حاجه قبل ما اعلمه كل اللي جوايا. هذا الشر العمر الطويل ليك يا رب. عاوز اعلمه اصول المعلمه، عاوز اعلمه لحد ما يقول لي خلاص خلاص يا بوي روح. يا عبد الرحمن. بقول لك ايه بقى، نفسي اكل تفاح. تؤمري يا ام تؤمري. اخضر ولا احمر؟ احمر. احمر هني هني. بقالنا سنين عمرك ما سألتي عني ولا جيتيلي ولا مرة. لو ما كنتش أحب أجي يا زكية. ولما أنتي قرفانة جاية تعملي إيه عندي؟ جاية أحذرك، بعدي عن هيبة خالص، ولو اتعرضتي له مرة تانية أنا اللي هتصدر لك. اوجربي. وأنا مالي ومال جوزك يا سلفتي؟ بتحكي فيا ليه؟ ما تخليني ساكتة أحسن. ولا انت عايزاها تولع النهارده؟ طول عمرك زي ما انت كدابه ووجاعه طول عمرك، وعمرك ما هتتغيري. ولو فيه نار وهتولع هيبقى انت اللي مولعاها. وبعدين بقى في التلاقيح دي، هو انتوا تعملوا العامله وبعدين تقولوا ما عملناش حاجه؟ هو ايه اصله ده؟ والله العظيم يا زكيه شكلك كده هترجعي تبيعي كبده على العربيه تاني لو ما بعدتي عن هيبه. هتفضلي خايبه على طول يا غنيمه طول عمرك. خيرك لغيرك وعينك في الارض طول عمرك. مش شايفه الذهب والالماز وشايفه التعب والشقا.
مهما يجيب لك واقفه ليل ونهار في المطبخ، ومهما يبني قاعده في اوضه. الحمد لله، حمد ربنا وشكراه. ما قلناش حاجه، بس انا برضو عايزاكي تفهميني. لو فهمتيني هتعرفي ان انا بلعب لمصلحتك مش لمصلحه درتك الممرضه. انا عايزه ارجعها المستشفى تاني، مش عايزين اعرف من واحده زي دي. واه، ترجع المستشفى تاني؟ كيف يعني؟ لا، بس دي مرته وانا قلت لك قبل كده اللي يخصه يخصني. ما قلتش حاجه. ساعات الواحد يشتهي حاجه ويشتريها ويتعب فيها وهي مغشوشه، ما تساويش. يعني عايزه تفهميني انه بيحبها واتجوزها عشان بيحبها؟ لا لا، ما قصديش كده، ما قصديش كده. انا فاهمه قصدك، هي ضحكت عليه. ضحكت عليه كيف يعني؟ ابو هبه راجل، الراجل ما يضحكش عليه ابدا. والنبي انت خايبه يا سلفتي، ده ما فيش حد يضحك عليه الا الراجل. صدقها يا عبيطه، واحنا لازم نفوقه. ولا انت عايزاها تجيب لنا عيل يلغي بيه بناتك كلهم؟ انت بتقولي ايه؟ عايزه تعمل ايه؟ حرام عليكي، ما خلاص اتجوزها واللي كان كان. عايزين نعملوا ايه؟ ما كانوش قالوا يا طلاق؟ طلاق. امال نتسوح احنا ولا عايزه بناتك يتشردوا ورا واحده زي دي؟ لعلمك